أستاذ شريف رأيك لا، إيه؟ متفق مع رأي الأساتذة طبعا جدا، إنه على فكرة الشعب المصري دي ممكن نطور هذه الفكرة، يحب البهجة ويحب الفرح ويحب الضحك ويحب الانبساط ويحب السرور، لكن برضو الإسراف اللي قال عليه الأستاذ برضو ده مش مطلوب، وبالذات الإسراف في الأكل. انا ما عرفت الاسراف في الاكل، يعني ده حاجه. انا بروح دلوقتي الاماكن عشان اشتري، يا دكتور محمد، اشتري حاجتي اليوميه، الاقي تزاحم رهيب جدا جدا، الناس بتخزن. طب ليه؟ بس يا دكتور، هو رمضان ده مجاعه؟ رمضان بيجي بخيره، رمضان بيجي بخيره. ما دي جمله خطيره برضه. رمضان يعني بخيره. يعني دكتور محمد، اما نعرف مثلا ان السنه اللي فاتت احنا صرفنا 30 مليار جنيه بمعدل مليار جنيه يوميا على الاكل، بينما هو شهر صوم. لا طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. هو بدايه كده يجب ان احنا نعترف بحاجه، هو الربط بين الاثنين لا شك ان احنا عندما نتكلم عن الاسراف ده موضوع قائم بذاته، لكن فعلا القضيه المطروحه من الاخوه السلفيين، لا الزينه حرام. خلينا نتكلم كده. فتقول لي الزينه حرام؟ لا، الزينة مشروع. وحضرتك القرآن الكريم يتكلم عن هذا الموضوع، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طيب، لكن هي الفكرة، هتقولي الإسراف؟ أنا في المية بستخدم إسراف، صحيح، بنستخدم الماء بإسراف، صحيح، الطعام والأكل والشرب بإسراف. حضرتك كمان إضاعة الوقت بنضيعه بإسراف، عندنا كل مظاهر حياتنا فيها إسراف، فدي قضية أخرى، دي قضية أخرى. الإسراف ده، لكن بس مش الإسراف، يعني هو يمكن النقطة اللي احنا بنقول عليها انه والله ما يقترن بمسألة الفانوس ده لا يؤدي الى ان انا احرم الزينة في حد ذاتها. يعني ده انا اقول امنع حكاية انه ما يكونش فيها عليها مثلا صور عارية مثلا، ده ممكن اقول كده، لكن عشان تقول لحضرتك كله حرام، هو ده خلط فيه. الفكرة بس بالنسبة